كيفاش كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير على خير، الامور ديالكم مزيانه ويكونوا الاحوال ديالكم بخير وعلى خير. شكرا للبنات اللي سولوا فيا، قلتوا لي فين غابره. الصراحه انا عارفه راسي دايره الفالطه وماشي من عوادي انني نغبر هاد الغبره هادي، ولكن كاينين شي حوايج اللي شدوني على انني ما قديتش نصور، ما لقيتش الوقت وكنت مبرسطه مع شي بزاف ديال الحوايج. المهم كلشي غادي تعرفوه ان شاء الله مع المده، وهادشي اللي كاين. حتى انا توحشت نصور لكم فيديوهات، توحشتكم بزاف. غادي نحاول ما امكن اني ما نغبرش بحال هاد الغبره هادي. دابا عامل من العوامل اللي خلوني انني نصور اليوم هو ان الجو واعر، شميشه الحال دافي. المهم ماشي داك البرد القارش اللي كان هاد جوج سيمانات هادي. صراحه حتى الجو كيجيب الملل، كيجيب كيطيح لك الضيم ديال الشتا. بكري الشتا جات في شهر 9 هاد العام هذا، والمود ديال البرد يعني هاد العام هذا باينه غادي يكون بارد على الاعوام اللي فاتوا. المهم البنات، حاجه من الحوايج اللي شدوني على انني ما نصور لكم شو نغبر هاد المده هادي هي مشروعنا الجديد. راجلي دار مشروع معاه واحد صاحبه، وكنت انا كنعاونو في هاد شي 10 ايام دابا بحال هكا عاونتو. شنو هو المشروع؟ شوب ديال المواد الغذائيه. ان شاء الله دابا ندير لكم جوله فيه وتشوفوه. راكم عارفين اي مشروع الواحد حط فيه رجلي الا وخصو ضروري الشهور الاولين ضروري خصك زعما تعطي القوه ديال كامله باش انك توقف هذاك المشروع على رجلي. وراكم عارفين المسؤوليه كبيره، وماشي مشروع كيجي وكيكبر وكيعطيك زعما الارباح كما تاخذ الارباح وداكشي الا وخصك تضرب واحد التماره، تعطي واحد المجهود. داكشي باش انا بقيت هاد المده هادي كنعاون راجلي دير هادي دير هادي دير هادي. كنت كنلقى الوقت انني ندير لكم فيديوهات، وكان الروتين ديالي كيتعاود، نفس الروتين كيتعاود. داكشي اللي كنديرو اليوم كنعاودو غدا، كنعاودو بعد غدا وهي غدا. اللي بغيت نقول لكم البنات هو اي وحده فيكم عندها شي حلم باغا توصلو، شنو ما كان، مشروع، قرايه، خدمه، تمشي لبرا، شنو ما كان، انك خصك خلي الحلم ديالك على جهه وتخدمي عليه، تقيم تشبته به، ديري بزاف ديال النقاط قدامك انك خصك تخدمي عليهم باش توصلي لهذاك الهدف ديالك. وربي ديما كيعاون الناس اللي طموحه، الناس اللي باغا توصل، الناس اللي كيشوفها خدامه على 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 الهدف ديالها. ماشي الواحد غير يبقى جالس ناعس ويبغي الحلم ديالو يتحقق، لا. كيقول لك ربي سبب عبدي وانا نعاونك. المهم يلا وصلت دابا الوقيته ديال بنتي باش نجيبها من الروض. دابا الثلاثه خاصني نمشي نجيبها، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وخليكم معايا. كافل يلا عاش عاش. خرجت واحد الشميشه واعره دابا، يلا حيت لها الجاكيطه خاصكون عليها. قالت لك بغات سيربرايز. يلا يلا كلوز يور ايز 1 2 3. سيربرايز سيربرايز. مولفه كتجيب لي هذيك ديك البيضه ديال كيندر، كيكون فيها كيكون فيها اللعاب الوسط. دابا شفت لها عصير ما عنديش. اي ويل باي فور يو. صافي دابا ما عجبهاش هادشي بحال قلبته زعما. راضي؟ I will buy for you. صافي
اوكي يلا درينك ذيس جوس. اوكي انا نقول عارميه في الزبل، عارميه في الزبل. غتقولي عاري. I put it in the bin. I put it in the bin. I will give you surprise at home. Just take this one. Or I put in the bin. هاي ولات براتو. هاك حسن لي العصير من داك الشكلاط البيمة. هاو هاو ايش هذا ما قاعد يدخل. واو يلا مشيو مشيو والساروت دابا نمشيو ان شاء الله للدار. حتى لقيتوني دخل دابا بالزربه، المهم مازال بحوايجي ما غاديش نبدلو ما حتى شي حاجه، حيت خصني نصايب الغداء ونصايبو بواحد الوقت قياسي اللي نقدر نعطي لبنتي تاكل باش تنعس هكا دير القيلوله ديالها. غادي ندير معاكم الصومو. ها هو جبتو دابا من الثلاجه الصومو، اكله كتجيني خفيفه ظريفه وكتجي دغيا و ما فيها لا صداع الراس لا حتى شي حاجه. كديري ديك الصومو تدخليه الفران صافي. هادشي اللي كاين، غادي نوريكم التتبيله اللي كندير كتعجبني بزاف وكنديجا بارطاجيتها معكم في الاول فاش يلا حليت القناه. المهم اغلبيه ديالكم غادي يكونوا شافوها، غادي نعاود نبارطاجيها معكم وخليكم معايا كما كتشوفوا. يلا هدرت البابي اللاطه ديالي اللي غادي ندخل فيها الحوت، غادي نغسل الصومويه ديالي. وما الصومو هذا البنات كناخدو ما فيه لا عظام لا حتى شي حاجه، فيه غير الهضره. غادي نغسلها ونرجع معكم. المهم دابا من بعد ما قطعت الصومو ديالي هكا جاوني 5 ديال الطروفا، دابا غادي ندير التتبيله ديالي. اول حاجه غادي نديرها غندير الحامض، نص حامضه، غادي نشد ازير من غير شويه، غادي نحاول انايا نحكو حتى يعطيني الريحه. شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره. واخر حاجه هي الملحه. الملحه ما كنكتروش، شوفوا انا كندير هاد الملحه البنات، هاد الملحه هذيك اللي كنتوريكم مالحه بزاف. حاول ما امكن انني نحضي راسي صافي. وكنبداو ندير التتبيله ديالي على غير هكا بالمعلقه. ما درت زيت البلديه البنات حيت غادي ندير غير الزبده هاد المره هادي. جربتهم بجوج صراحه عجبتني الزبده احسن من الزيت. دابا شديت مورسو ديال الزبده بحال هكا، غادي نقطع كل طرف ديال الصومو، غادي ندير فوقو طريف ديال الزبده باش هكا كيدوب وكيسيح كاع في يولي لنا هذاك الصومو ديالنا كيولي ما كينشفش كيجينا رطب. دابا غادي نخشيه في الفران. المهم البنات الصومون ديالي ها هو وجد،
كما كتشوفوا رافقتوا بهذه الخطيره هذه وشويه ديال الزيتون كحل شويه ديال الفرماج. المهم خليته يتحمر وفي نفس الوقت باقي الحشيش. وانا نوريكم هنايا هانتوما تشوفوا كيفاش جا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وان شاء الله جايين فيديوهات حسن وحسن. تهلاو ليا فراسكم ما تنسونيش من اللايكات. كنبغيكم بزاف بزاف. السلام عليكم.